it. عمل امام يعني انسان عظيم، لاعب فذ، اخ عزيز، حبيب. يعني بدينا مع بعض مشوار سنه 56 مع بعض، انا وهو احمد مصطفى ابو رجيله. يعني مش يعني صدمنا صدمه كبيره جدا، كلش مصدقين ان حماده ما يحصل له الكلام ده، لكن ده طبعا اللي يقول الكلام ده يبقى فيه كفر بالنسبه لنا. كل شيء قدر، قدر وكده، وهيجي علينا الدور. حياتنا كلها كانت كره نادي الزمالك، حياتنا كلها نادي الزمالك، وعشنا كلها في نادي الزمالك، عشتنا كبيره في نادي الزمالك. ربنا ادانا الموهبه، واحنا عملنا اللي علينا مع الموهبه. كنا احنا يعني قريبين من حتى الناشئين بتوعنا، اللاعبين الصغيرين اللي يحبونا، لان احنا كنا يعني قريبين منهم. بنحب بعضينا حب كبير، الرباعي ده اللي بقول عليه، احمد مصطفى واحمد رفعت وابو رجيله فربنا كبير ان شاء الله، ويدينا الصحه ونكمل الرساله بتاعتنا. ابتدينا في نادي الزمالك، هننهي حياتنا في نادي الزمالك. تكريمه اهم حاجه، تكريمه في يعني لما توفى، التكريم في حياته كلها كان حمادة امام موجود. حمادة امام موجود في حياته، في المستشار مرتضى عمل له حاجات حلوه، وعمل لنا جميعا يعني قدرنا جميعا، وهو اللي خلى ذكرى حتى اللعيبه اللي ماتت القدام. صبر ولاده، كابتن حازم، المدام، الله يرحمه، كان انسان مهذب، انسان على خلق، كان لعيب عالي قوي. من اسباب قدس يعني جماهير نادي الزمالك كان حمادة امام، يعني العمل شعبيه نادي الزمالك مع الجيل بتاعه، كابتن ابو رجيله، كابتن عمر النور، احمد رفعت، وعم مصطفى، كان جيل عمل صيت لنادي الزمالك. انا كان ليا الشرف ان انا الحق الجيل ده، ما العب مع الكابتن حمادة امام، يعني كان كنت صغير في السن، وكان خير يعني عول لينا في الملعب وبره الملعب، كان على خلق عالي، وكان بينقل لنا خبرات، وبينقل لنا المسائل الحياتيه، يعني ازاي تبقى بره الملعب، تبقى راجل سوي، وتبقى جوه الملعب كذا. يعني كان راجل تربوي، وكان بيوجهنا للطريق الصحيح، وكان بيساعدنا داخل الملعب. وهو من الاسباب اللي يمكن اللي كان ثبت اقدامي في فرقه نادي الزمالك وانا في سن صغير. حماده امام من الناس اللي ليها افضال على ناس كتير قوي داخل نادي الزمالك. يعني هو رمز من رموز النادي، هو تاريخ النادي. حماده امام يعني مهما الواحد يعني قال مش هيقدر يفي حقه، لانه شخصيه محترمه جدا، مهذبه جدا، عمره ما زعل حد، عمره ما ضايق حد، طول عمره صاحب ضحكه وابتسامه جميله قوي، ودمه خفيف قوي ومرح قوي. يعني الحمد لله، يعني في من ريحه، يعني حازم موجود من ريحته. اللي ممكن يقدمه نادي الزمالك تكريما للكابتن حماده امام، يقدم له كل حاجه، يعني يقدم له كل حاجه، يعني كابتن حماده يستاهل كل حاجه. نادي الزمالك مهما عمل مش هيوفي كابتن حماده حقه. فنادي الزمالك عموما، نادي الزمالك بر بابنائه طول عمره، سواء في الفرحه او في الحزن، نادي الزمالك بيقف جنب اولاده دايما. يعني فالله يرحمه ان شاء الله، ويكون مسؤول الجنه باذن الله. والله يرحمه، الله يرحمه، في سبيل الله. كان اخ وصديق ورجل متعاون في الارض، ورجل يجلس اللي جنبه. مش عارف يعني في اللحظات دي الواحد بيبقى الكلام متوتر فيه، ما قدرش يعبر عن الواحد ايه بالظبط، لكن ادي الله رحمته بدون تفضيل، والحمد لله رب العالمين. الواحد ما قدرش يقول ربنا يرحمه ويحسن اليه. أخذ من الأرض وصدق، يعني أول شيء مش ممكن
بيشوف يعني صفاته كثيره متعدده، انه حتى في الملاعب لما تدرب سموه يعني ايه لحيوان لطيف جدا اللي هو الثعلب. طبعا معروف الثعلب ده مكار في كل حاجه، فده كان مكار في الكوره والطريقه دي وكان يمكر على اي حد، لكن الحمد لله الحمد لله ربنا يرحمه ويحسن اليه ويسلم تسليمه. شكرا. بالنسبه لنا احنا فراء كبير قوي يعني سبب لنا طب الحمد لله.